التعليم ده نص دستوري في التعليم ما قبل الجامعي التعليم مجاني. في التعليم الجامعي الدستور نص على أن تكفل الدولة مجانيته والكفالة وفق الطاقة وفق القدرة. بمعنى أن الطالب الذي يستحق المجانية يجب أن يحصل عليها بكرامة وكفاءة. والطالب الذي لا يستحق المجانية لابد أن يساهم في تكلفة تعليمه إما بنسبة 100% أو بنسبة أو بأي نسبة تتلائم مع دخله. يعني النهاردة مش ممكن المجانية النهاردة واحد يعني. واحد يكون متعلم في مدرسة دولية في الثانوية العامة بيدفع 200,000 جنيه في السنة ويجي يتعلم الطب في الأصل 165 جنيه. بالمقابل عندي طالب ما يقدرش يدفع 165 جنيه أدفعهم عنه، يبقى دي المجانية الصحيحة. ده صحيح. يبقى أنا النهاردة لما جامعة قرى النهاردة بتيجي الطلبة اللي مش قادرين يدفعوا 500 جنيه جامعة قرى بتدفعه معانا، هذا تطبيق للمجانية. تمام. صحيح أنا بجيب موارد من نواحي خاصة، إنما يعني